السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا بنات؟ عاملين ايه؟ احوالكم ايه؟ طبعا في ناس كتيرة بتسأل الحمام لسه ما بطش لغاية دلوقتي، احنا طالعين من فترة قلش. طبعا المربي حمام عارف يعني ايه فترة القلش، اللي مش مربي يعني الحمام كان بيغير عن اوض البيض، بتلاقي زي الفراخ وزي البط وزي كل حاجة، بتلاقي الرقبة بتاعتهم الريش بتاعهم بدأ يقع. يعني فترة القلش دي بتبقى في شهر 7 8 9، بتمتد معاك لغاية 10 و11. في ناس الحمام بيشتغل عندهم بدري عن كده، وفي ناس الحمام بيتأخر. يعني انا مش كل الحمام عندي شغال، في حمام شغال يعني ايه بيطلع بيض، ومش و... وفي حمام بيطلع بيض. ايه الفرق بقى؟ الفرق بص هقول لك حاجه، كل لما انت اكلت الحمام بتاعك اكل صح، كل لما فتره القرش او انه يقطع معاكي بيض ديت تقل معاكي. يعني انت هتاكلي الحمام حلو هيديكي انتاج حلو، استخسرتي او ما اكلتيهوش عشان توفري فهو هيوفر عليكي برضو، يعني مش هيديكي انت هياكل ماشي ومش هيديكي انتاج. طيب اهم حاجه ايه؟ بصي كلفه الحمام، يعني ايه كلفه الحمام؟ دي بتبقى خلطه حمام موجوده، يا اما انت بتعمليها يا بتشتريها من بره. انا بشتريها عامه من بره. شفت الحمامه اللي رقبتها مسقطه ريش؟ دي بتغير ريش، دي بيضه هوريكم الحمام بتاعها دلوقتي. طب ده ايه؟ ده نقص كالسيوم ونقص املاح وفيتامينات. فانا دلوقتي المفروض يبقى عندي خلطه التحديق دي بتنجابه او بتعمليها بقى تعمليها ايه؟ عارفه الاسمنت اللي مسقط من الحيطه، الطوب الاحمر، الفحم، الزلط الصغير، الاملاح اللي هي الحمام بياكلها او اي طير بياكلها. طبعا بتحط على الميه فيتامينات طول الوقت، وده الصح. انت لما تاكلي الحمام كويس هيديكي انتاج طول الوقت، مش هتخسري، لكن لو انت استخسرتي فيه هيستخسر فيه الميه. طبعا المنظر الجميل اللي عندي ده غلط، لانه اصلا بيعمل فيروس ومايكروب يقطع على الاوضه، بتحطهم ميه. فطبعا النظافه طبعا مهمه جدا، يعني حتى لو انت مش منظفه حاولي حتى العشاش بتاعتهم تبقى نظيفه، سايبه لهم الباب مفتوح يطير. طيب ايه الاصح، ان انا اسيب الحمام يطير ولا لا؟ انا بغيره فتره صغيره وبدخله تاني عشان مثلا ينقي حاجه يطير. الطيران طبعا بيقوي الاجنحه بتاعته وما بيخليش فيه نسبه دهون، صحي اكتر. حط لهم ميه لانهم طالعين ندوروا على الميه هناك. خلاص، فديت حاجات مهمه يعني ايه تخلي بالك منها. الحمام طبعا كلفة الحمام او خلطة الحمام بتبقى عبارة عن دورة عواجة، الدورة الصغيرة بصي اقرب لك، الدورة العواجة اللي هو الدورة المدور الصغير ده وعليقة، والمفروض ما يبقاش فيه تشيش، المفروض يبقى فيه دور. على فكرة اهو وانا جايبة لهم عليقة مزوداها شوية لان عندي فأس، عندي حمام صغير. الحمام دلوقتي سعره غالي، العليقة غالية وكل حاجة غالية، فانت اصلا منتجات اللحوم دي غالية، كل حاجة غالية عامة. هو الفرق بيندفع يعني ايه، بس الحمام الهدر بتاعه كتير. لو انت عندك قطط، عندك فران، عندك رجل راحة جاية طول الوقت على الحمام، الحمام ما بيحسش بالامان. لو ما اكلتيهوش كويس ما يديكيش انتاج كويس. العليقة طول الوقت ما تاكليش عليقة، يعني العليقة لو انتوا متابعيني في الحمام انا ما بجيب لهمش عليقة كتير، اصلا لما بيبقى توفر معايا فلوس اجيب لهم شوية كده، اما مش متوفر معايا بحط لهم شوية ذرة، شوية اي حاجة حبوب عندك بقى. هما طلعوا كلهم اهو بصي طلعوا بره اهو بيدوروا على ميه، فاحنا بنملي لهم ميه في الشمس بره عشان يستحموا فيها. طبعا اللي بيسال الحمام نطيره ولا نحبسه، الطيران ليه خصائص يعني ليه فوائد والحبسان ليه فوائد. الحبسان هتلاقي الحمام لا بيلقط منك مرض، لان الحمام في حاجات بتبقى في الهواء الحمام بيلقطها، بيروح عند حمام تاني يلقطها، عصافير بيدخل عندك العصافير بينقله. ساعات البهايم بيبقى عندهم امراض، العصافير بيروح مثلا عند البهايم وعند الميز وعند الحاجات دي بيدوروا على اكل، يجوا عندك يروح حاملين المرض حاطينه عندك خلاص، فده برضو مشكله كبيره. فهتحس ان في انتاج، بس بيبقى الحمام بتاعك عرضه انه ما بيتعرضش للشمس، ما بيطرش فبيكون دهون. عايز تمليح طول الوقت، الحاجات اللي بيلقطها من السطح من الشارع من الكلام ده، التحديق الكلام ده كله تحطه في مكان واسع عشان يطير، عشان ما يعملش دهون وتبقى عضلاته قويه ويبقى جسمه صحي. الطيران طبعا ربنا خلق كائن الحمام انه يطير، فده بيفرق مع الحمام كتير جدا.
يطلع في الشمس يطير في الهواء، بس هي اضراره كتير بقى. وساعات بيسيب البيض بتاعه والتانيه يتفسح بره، ساعات لو عندك حمام طير كتير ما تقوش يتجوز بعضه، فانا بقفل عليهم عشان يهدوا كده ويتكلموا مع بعض. يعني في اضرار لديت ونتائج لديت. بنملى لهم ميه نضيفه اهو، الميه اهو.